السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة. في قصص كتير بتجيلي في رسائل من السادة المتابعين، بشوف إن هي مش بالقوة اللي تنفع إن احنا نقدمها في حلقة من حلقات البرنامج، لأن بحس إن مش هنقدر نستفيد منها ومش هنطلع منها بدرس وعبرة. أما بالنسبة لحلقة النهاردة فهي من أغرب وأعجب القصص اللي أنا عملتها على مدار سنة ونص هي عمر برنامج المحاكمة. أحداث غريبة ومخيفة ونهاية غير متوقعة تماما، هنتعرف عليها في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة. قصتنا النهاردة حصلت في العراق، واللي بعتها لنا هو صديق لبطل الأحداث. قبل حوالي 23 سنة كان عنده حوالي 20 سنة، كان متجوز في بيت الأسرة، متجوز بقاله حوالي سنة بالظبط. مراته كانت حامل. حصل بين أخوه الصغير اللي كان عمره ساعتها 15 سنة وما بين عيلة من الجيران مشكلة. المشكلة تطورت لخناقة كبيرة وحصلت مشاجرة، راح يدافع عن أخوه ويقف معاه، فكان أخوه المتهور اتصرف تصرف اللي تحمل مسؤوليته سنين طويلة. هو بطل أحداث قصة النهاردة وهو كان اسمه جمال. الشاب الصغير راح جاب سلاح وضرب على الجيران نار فموت حد من الجيران. مين اللي كان واقف في الخناقة؟ كان جمال وكان أخوه الصغير ده. فجت الشرطة طبعا وأخدت الاتنين، أما الجار فراح المستشفى وانتقل إلى رحمة الله. بدأنا مرحلة جديدة وهي مرحلة التحقيقات. الأخ الصغير المتهور اللي عمل التصرف الغبي ده كان قاصر في التحقيقات. الأب أبوهم قال لجمال ما تبهدلش أخوك، أخوك صغير ولسه قاصر، أخوك ما يتحملش السجن والحبس، طب أعمل إيه؟ قول إن أخوك ما عملش حاجة. المهم علشان ما طولش على حضراتكم، الأخ جمال هو اللي شال الليلة وأخوه طلع منها، ومن بعد ضغوط على جمال اعترف وشال الليلة واتحكم عليه بعشرين سنة سجن. ومراته ولدت بنت. مراته كانت صغيرة في السن، ما تجاوزتش العشرين سنة، ورفضت بالطبع ان هي تروح عند اهلها علشان ما يطلقوهاش من جوزها اللي في السجن، والبنت تتربى عند راجل تاني من بعد ما يجوزوها طبعا. وقررت ان هي تستنى في بيت العيلة على امل انه يحصل اي جديد والراجل ده يطلع من السجن. مر على جمال في السجن حوالي 9 سنوات. خلال السنوات التسعة مراته كانت بتاخد بنته وتروح تزوره. خلال ال9 سنوات كانوا الأهل بيزوروه ويصبروه على أمل إنه يحصل عفو في يوم من الأيام ويخرج. جمال كان بتمر عليه الأيام والليالي منتظر أي حاجة تحصل تخلصه من ظلمات السجن. قبل ما يخرج جمال من السجن بحوالي سنتين، الراجل كان تعبان نفسيا، كل ما مراته تروح تزوره ويشوف بنته الصغيرة ويشوف أهله ويشوف أخوه حر كان بيتعب أكتر ويضغط أكتر نفسيا، ورفض أنه يقابل الجميع. اتفاجئ بأنه في حد جاي له من جوه المنظومة اللي هو المحيطة بيه يعني، وبيقول له أنت واضح أن أنت تعبان قوي، إحنا هنخرجك وحنوديك المستشفى وحتاخد فرصة أن أنت تقعد مع أهلك براحتك يومين. مقصود طبعا زوجته ومقصود بنته. المهم قال له تمام، أخدوه وراحوا بيه للمستشفى، وفي المستشفى كان موجود في أوضة لوحده. زاروا الأهل ساعة زمن وبعدين أخدوا إذن إن مراته تبات معاه. أخدوا البنت الصغيرة طبعا للبيت وباتت مراته معاه. بعد الليلة اللي قضاها مع مراته في المستشفى اتفاجئ بأن أمه جاياله في الزيارة اللي بعدها وبتقول له ألف مبروك. قال لها مبروك على إيه؟ قالت له مراتك حامل. هو مراتك لما باتت معاك في الليلة إياها حصل بينكم علاقة؟ فقال لها آه حصل بيننا علاقة. قالت له العلاقة أثمرت ومراتك دلوقتي حامل، ده حتى احنا مش عارفين نقول ايه الجيران لان احنا جبنا لك موضوع المستشفى ده استثناء يعني ومحدش يعرف. المهم قال لها معقول ليلة واحدة تعمل ده كله؟ قالت له هو ده اللي حصل والست حامل. محطة جديدة في حياة الراجل ده بعد سنتين من العلاقة اللي تمت ما بينه وما بين مراته وولدت.
الراجل اتفاجئ انه بيخرج بعفو بعد ما قضى في السجن حوالي 9 سنوات. رجع بيت اهله بس ما كانش قادر يوري للناس وشه طبعا من بعد ما خرج من السجن وكان شكله وحش، فاخد مراته واخد البنتين دول، البنت الاولى اللي هي بنته اللي اتولدت وهو في السجن اول ما دخل السجن، والبنت التانية اللي كان عندها حوالي 1 سنة وشهور، اخد الاتنين واخد مراته وراح عاش بعيد. بدأ يكون نفسه ويشتغل، المهم وقف على رجليه وخلف بعد البنتين دول 5 أطفال، 4 بنات وولد، فبقى عنده 6 بنات وولد. بتمر بيه الأيام، البنت الكبيرة بتتجوز والبنت التانية اللي ليها عندنا يعني وقفة كبيرة قوي هي كمان بتتجوز. الزوجة فجأة بيحصل ليها أزمة صحية كبيرة، وبعد ما حصل ليها أزمة صحية الست بترقد في الفراش وبتتعرض لشلل رباعي. بيمر عليها في الفراش 4 سنوات، لا بتحرك إيد ولا بتحرك رجل، لغاية ما جسمها ضعف جدا وحست إن هي هتقابل ربنا. وهنا بيجي الاعتراف اللي بيقلب حياة جمال وبيخليه ينسى الظلم اللي تعرض له على مدار 9 سنوات والظلم اللي تعرض له من عيلته، وبيوصل لمرحلة صعبة جدا هنتعرف عليها مع بعض. مراته في لحظة ضعف بتعترف له وبتقول له انه من بعد ما انت اتسجنت بحوالي 5 سنين كان اخوك تجاوز 20 سنة، بدأ يتقرب مني لغاية ما انا ضعفت وحصل بيننا علاقة. العلاقة دي استمرت أكتر من 3 سنوات. كنت في وقتها بحاول أحافظ بقدر الإمكان ما يحصلش حمل ما بيننا، ما بيحصلش أي حاجة، لغاية ما في لحظة من اللحظات بيحصل حمل. مين كان يعرف بالعلاقة اللي ما بين الست دي وما بين أخو جوزها؟ كانت واحدة من إخواتهم راحت قالت لأمها اللي هي حمات الزوجة دي، فما كان من حماتها اللي إن هي اتصرفت تصرف غريب جدا وبدأت تدبر معاها فكرة إن الراجل ده لازم يعمل علاقة مع مراته علشان الجنين اللي هيجي ما تبقاش فضيحة وما يتقالش إنه في حاجة زي كده بتحصل في العيلة. فدبروا موضوع الزيارة اللي كانت في المستشفى، واتفقت مع الزوجة ان هي تروح تبات مع زوجها ده ويحصل علاقة علشان تقول له انه المولود اللي هيجي ده هو ابنك مش ابن اخوك. الكلام ده والله ما هو من عندي، ده هو اللي موجود في نص الرسالة اللي جايالي. الراجل طبعا بعد ما عرف التفاصيل دي اتجنن، راح لأمه وبيقول لها هو حصل كذا كذا وانت عملت كذا. قالت له انت مجنون، الست دي خلاص بتموت وبتخرف وخلاص هي هتفارق الحياة، واضح ان هي بتخرف، ما حصلش من الكلام ده حاجة. راح لأخته اللي كانت قريبة منه وقال لها اعترفي لي قولي لي الحقيقة، انا تعبان ما بنامش. قالت له الحقيقة ان كل اللي قالته لك مراتك ده حصل. الراجل بيقول بعد ما حصل الاعترافات دي الراجل تقريبا حصل عنده صدمة نفسية قوية جدا وما كانش عارف يعمل ايه. يروح يطلق الست دي ويروح ينتقم من اخوه، المشكلة ان كان هيفضح نفسه وهيفضح الست اللي خلاص في اخر ايامها. المشكلة الاكبر انه اللي هيتحمل التبعات الصعبة دي هما البنت اللي هي جت من الخطأ ده، خاصة وهي اتجوزت وبقى عندها أطفال وبقت موجودة مع عيلة تانية، البنت الأكبر اللي متجوزة في عيلة تانية، ابنه الوحيد اللي هيشيل العار بتاع الأم اللي خلاص بيقول إن هي في أيامها الأخيرة، ولا يسكت ويتحمل كل الظلم اللي تعرض له من أخوه اللي ارتكب خطأ وهو اللي شال الموضوع، مراته اللي قعدت في البيت وخانته، أخوه اللي كان جزاؤه منه إن هو يعمل كده في ظهره ويطعنه في ظهره. الراجل ما بين كل الأفكار دي وما بين كل الضغوط دي بدأ يحصل عنده خلل نفسي وساب البيت وبقى ماشي في الشارع زي الناس اللي بنشوفهم كتير قواهم العقلية بيحصل فيها مشكلة كبيرة، ومشي
مهمل في نفسه ومهمل في شعره ومهمل في هدومه وماشي يكلم نفسه في الشارع. اللي بعت لنا القصة دي هو صديقه، وكان واحد مقرب ليه وقعد معاه وهو بيتلقى الصدمات دي وبيحكي له اللي حصل له بالتفاصيل. والمشكلة كمان انه صديقه ده بيقول ايوة فعلا انا كنت عارف الناس دي كويس جدا، وكان كل تصرفاتهم وكل الاحداث والمحطات اللي عدت عليهم دي انا كنت شاهد عليها، وكنت بروح ازور الراجل ده كتير جدا لان كانت بتربطني بيه صداقة. دلوقتي انا بحاول أساعده ولكن الموضوع بقى خارج السيطرة، والراجل خلاص بقى ماشي في ملكوت الله عمال بيكلم نفسه ليل نهار، والست خلاص في أيامها الأخيرة والأولاد كل واحد في دنيته، حتى أمه خلاص بقت ست يعني مسنة جدا، صعب جدا التفاهم معها. إرث صعب، وإرث عبارة عن أخطاء كبيرة جدا بيرتكبها الناس، وبمرور الوقت التبعات والحاجات اللي بتحصل مترتبة على الأخطاء دي بيتحط فيها يعيني الأولاد. البنت اللي هي ما تعرفش أي حاجة عن هي بنت مين وجات إزاي وعايشة بشكل طبيعي جدا وجوه أسرة، تخيلوا لو هي عرفت الموضوع ده كان هيبقى مصيرها إيه. الابن لو عرف إن أمه عملت كده جوه العيلة وارتكبت أخطاء بالشكل ده هيعمل إيه. الراجل اللي ما تحملش الصدمة ومشي، الراجل بيقول لي طب أنا أعمل إيه؟ طب الراجل ده كان مفروض يتصرف إزاي؟ يعترف ويطلق الست وينتقم ويفضح الدنيا ولا لأ؟ طيب لو ما عملش كده طب ما هو تعرض لظلم وحقه ما جالوش. وأنا بقول له يا راجل صلى على النبي، حق إيه اللي ما جالوش؟ الست دي زي ما أنت بتقول بقالها 4 سنين بتدفع التمن، ولسه قدامها الله أعلم سنين وأيام وشهور قد إيه هتدفع التمن، وهي قاعدة في الفرشة عندها شلل زي ما أنت بتقول، ما بتقدرش تتحرك وبتتعذب ليل نهار، وبدأ يحصل عندها أمراض كتير جدا مترتبة على حالة العجز اللي هي عايشة فيها. هو أنت مش شايف إن ده انتقام في الدنيا؟ هو فيه أصعب من كده انتقام؟ أتمنى أنه حلقة النهاردة يعني بكل ما فيها من صعوبة وكل ما فيها من أحداث موجعة تفكرنا وتصحينا وتخلينا ناخد بالنا كويس قبل ما نتصرف تصرف ممكن نندم عليه طول العمر ويفضل سر جوانا حمل علينا، ويجي وقت من الأوقات ما نبقاش عارفين نعالج الخطأ اللي أخطأناه إزاي. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وأتمنى أن أنا ما كنش طولت عليكم، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة.